بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا. This is a special word, so you will not read the alif. So you will say it أنا. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم. آيات نمبر 3 and آيات نمبر 5 sorry are same, totally same. ولا أنتم عابدون
ما أعبد. That's why I read only once. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم دينكم لكم دينكم ولي دين ولي دين لكم دينكم ولي دين. Listen this video a lot of times. I hope it will help you to memorize and learn Surah Al-Kafirun. See you next video inshallah. Allah Hafiz.